طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نتحدث عن تشابتر أو اليونت السابع. بيونت سبعة عنوان اليونت هو Explanations and Excuses. طيب، بالبداية قايل لك in this unit، بهذا اليونت develop paragraph كذا، هذه الأمور بشكل عام يعني راح ناخذ السول because ذن شلون مقدمة الفصل الأشياء التي راح ندرسها، وإحنا قلنا دائما هذه الأشياء ما نحتاجها. عندك أول يقول describe this picture، صف هذه الصورة to a partner لزميل، guess what the problems، ما هي المشكلة، tell your partner what think people are saying، وأخبر صديقك عن ما الناس تعتقد عنه. طيب، هنا عندنا باراجراف يقول read the paragraph and check your guess. It wasn't my fault، لم يكن خطأي أو لم تكن غلطتي. Teachers should be understanding when students can't complete assignments on time. يعني المدرسين يجب أن يفهمون عندما طلبة لا يتمكنون من إنجاز المهام بالوقت المناسب. I couldn't do the writing homework for English class today، ما قدرت اليوم أكمل واجبي. And my teachers didn't want to hear my reason، والأستاذ ما راد يسمع سببي، يعني ما يريد يسمع من عندي أي سبب. I had good reasons، بالرغم من أنه أنا عندي أسباب مقنعة. Last night was Evan's birthday، بارحة كان عيد ميلاد Evans. He is my best friend، هو أفضل صديق لي. So I had to go to his party، لازم أروح لحفلته. After the party I tried to do homework، بعد الحفلة جيت أكمل الواجب مالتي. But my computer froze and lost all the information، بس كمبيوتر مالتي صار بيه غلط، يعني تفرمت، جمد، علق، يعني علق، يعني شلون احنا نقول يعلق، ولم استطيع انجازه. I was too tired to write it again، ما قدرت ارجع اكتبه مره اخرى لان كلش تعبان. My teachers didn't care، الاستاذ مالتي ما اهتم. She said، قالت او قال الاستاذ، You had 2 weeks to do the assignment، كان عندك أسبوعين حتى تأدي هذا الواجب. So there are no excuses، لذلك أنت ما عندك أي عذر. I think she's angry with me، وهي غاضبة مني. But it was my fault، ولكن لم نكن خطأي. إذا لاحظوا بهذا الإنشاء وإجينا عليه، شوف إن البداية لم تكن خطأي والنهاية لم تكن خطأي، وأكو بها يعني هنا سبب. احنا هذا الفصل عندنا يتحدث عن الاسباب والاعذار، وهذا شيء مهم جدا بالنسبه للطلبه، لان الطلاب دائما يدورون اعذار، فشيء حلو هذا يفيد الطلاب. تمرين يقول why didn't the writer do his homework، لماذا ما قدر يكتب الواجب، ما قدرت او ما قدر يكتب الواجب مالته. Write W for the writer's and reason and T for the teacher's reason. For then اكتب W لي for the writer's reason و T for the teacher's reason، يعني أسباب الأستاذ وأسباب الطالب. أولا، it was the his last friend's birthday. It was his best friend's birthday. كان عيد ميلاد أفضل صديق، صديق المقرب يعني. هذا هو حتى حاله بالكتاب قايل W. شنو يعني W؟ يعني هو سبب صديقه وليس الأستاذ. He is lazy، هو كسول. من هو اللي كسول؟ هذا طبعا من اللي اعتقد هذا الشيء؟ الأستاذ. الأستاذ يعني يعتقد عطال. نعم. He isn't organized، لم يكن منظم الأستاذ. He had the computer problems، student. He isn't serious students،
تيتشر الاستاذ. اذا الاستاذ يقول علي هو طالب غير جدي، هي هذا كمبيوتر بروبلمز، عنده مشكله بالحاسبه، هذا هو طالبي، يعني ينطي سبب لانه ما قدر ينجز الواجب مالته. صراحه نجي راح نجي على language focus giving explanations، اعطاء التوضيحات او اعطاء التوضيح. cause and effect and result، يعني السبب او التاثير والنتيجه، سبب تاثير والنتيجه. هنا بهذا الموضوع راح نتحدث عن السو والبيكوز واللي تستخدم لربط جملتين. خلينا نكتب ملاحظة، تستخدم السو والبيكوز لإعطاء سبب، تستخدم السو والبيكوز لإعطاء سبب، حيث أن السو يأتي بعدها دائما سبب، حيث أن السو والبيكوز يأتي دائما بعدهم سبب. طيب عفوا خلينا نعيد الملاحظة، لأن يعني ردت. نعم ملاحظة تقول، اولا ملاحظه رقم واحد، ياتي بعد السو دائما نتيجه، وقبلها سبب، قبل السو يجي سبب، بعدها يجيني نتيجه، قبلها يجيني سبب، وراها النتيجه. مثال عليها it was raining، كانت تمطر، هذا سبب. إذن so I took an umbrella، ليش أخذت وياك أمبريلا مظلة؟ لأن الدنيا كانت تمطر. السبب شنو؟ السبب يكون ورا السو، وبعد السو يكون أكو نتيجة. طيب ملاحظة، خلينا نكمل الملاحظة، ويجب أن يأتي قبل السو فارزة. ويجب أن يضع، أن نضع قبل السو فارزة. ويجب أن نضع قبل السو دائما فارزة. بالنسبة لي البيكوز نكتب عليها ملاحظة، تأتي البيكوز في وسط الجملة، طبعا هم اثنين هم يجون وسط الجملة، يعني يربطون جملتين. الملاحظة اللي نكتبها تستخدم البيكوز، لإعطاء سبب بعدها، يأتي بعد البيكوز دائما سبب، يجيك وراها دائما سبب، ولا يجب أن نضع فارزة قبلها، البيكوز ما يصير أخلي قبلها فارزة. ودائما البيكوز تستخدم لربط الجملتين، وراها يجيني سبب، يعني يقول I take an umbrella، أنا أخذت umbrella وياي، شن يعني؟ وإذا سبب لأنها كانت تمطر. إذن ورا البيكوز دائما يجيني سبب، بينما so قبلها يجيني سبب. It was raining، كانت تمطر، هذا هو سبب. So لذلك أو فإذا I took an umbrella، أنا أخذت مظلة. إذن هذا هو السو وهذا هي البيكوز. عرفنا السو، عرفنا البيكوز. هم اثنينهم يستخدمون لي، ونقدر نقول عليهم اثنينهم يستخدمون لربط جملتين. هم ادوات ربط اصلا، يعني هم يربطون، هم يستخدمون لربط جملتين يعني. طبعا هاي امثله كثيره على نفس الموضوع، يعني يقول لك because tell us why something happens، تنطينا السبب. وطبعا هنا ايضا منطينا السبب، عن حكينا عن امثله، احنا ذكرنا الحكي هذا كليته. يقول I had a cold، يعني انا مريض، so I didn't go to class، يعني ما قدرت اروح للباص. اذا وراها دائما ورا السو يجيني نتيجه.
I didn't get go to class. ما قدرت أروح للدوام. السبب because I had a cold. إذن دائما ورا السو مثل ما نلاحظ أن السو وراها إجاني نتيجة والبيكوز إجاني وراها سبب. فلاحظنا بأن السو وراها فارزة والبيكوز ما إجا قبلها السو إجاني قبلها فارزة والبيكوز ما إجاني وراها فارزة. هذا كل ما موجود بالنسبة لموضوعنا. الآن ننتقل إلى صفحة 50 وعندنا بهذا تمرين يقول write the sentence using so and another sentence using because. يعني استخدم so و because. يقول the film was boring. الفيلم كان ممل. I left early. طبعا الآن بهاي الجملة راح أحط so. ليش؟ لأن أنا عندي I left early. إذا بالبداية عندي سبب بعدين عندي النتيجة وحطيت so بيناتهم وخليت الفارزة قبل السو لأن قبل السو دائما يجيني فارزة. وقلنا لها رحم الله والديك. النوب الجملة الثانية يقول I left early. جاب السبب خلاه بالبداية وحط because وخلى جاب النتيجة خلاها بالبداية وبعدين خلى because وبعدين انطى السبب. I left early. أنا غادرت مبكرا. هذه هي النتيجة. السبب because the film was boring. إذن ورا because إجاني سبب ورا قبلها إجاني نتيجة وبال because ما أخذنا فارزة. نفس الحدث ونفس النظام. الجملة اللي بعدها يقول we played badly. لعبنا بشكل سيء. we lost the football match. إحنا خسرنا لعبة كرة القدم. طيب الآن يعني السبب يعني السبب والنتيجة. we played badly هذا هو السبب. we lost the football ضيعنا الكرة. اذا راح احط السو بالبداية بالنص راح اقول راح اصير جملة we played badly حط فارزة so we lost the football match. اذا السبب هو we played badly لعبنا بسيء والنتيجة هي we lost the football. من راح احط ال because راح احط ال we lost the football match بالبداية راح اخلي we lost the football match ضيعنا كرة القدم المباراة وخسرنا مباراة كرة القدم. طبعا هذا هو النتيجة حطيتها بالبداية وحطيت because وحطيت السبب ورا ال because فصارت الجملة we lost the football because we played badly because we played badly. فطبعا انتهى الحل وصارت الامور تمام 100%. وما ننسى بان ال because ما قبلها فارزة والسو يجينا قبلها فارزة. نفس النظام طبعا ونفس الحكي راح نحل. طبعا هاي امثلة طبعا هاي الحلول بالاخير. يقول I didn't study hard. انا ما درست بشكل جيد. So I failed the test. ورا السو اجاني سبب ورا السو اجاني نتيجة وقبل السو خليت فارزة. طبعا نفس الحالة I failed the test. انا رسبت بالامتحان. هاي النتيجة السبب because I didn't study hard لان انا ما درست بشكل زين. ونفس الحكي بقية التمارين يعني نفس النظام ونفس الحكي. الحلول موجودة بالاخير. خلينا مثلا ناخذ رقم E. يقول I am shy. انا خجيل. I don't have girlfriend. انا ما عندي صديقة لانه انا خجول. I am shy. انا خجول هذا هو يعني السبب والنتيجة ما عندي صديقة. فراح اقول I am shy. انا خجول. So I don't have girlfriend. او اقول I don't have girlfriend because I am shy. وما ننسى ال because وراه دائما يجيني قبلها السو يجيني قبلها فارزة وال because ما يجيني قبلها فارزة. طيب عندنا هنا ملاحظة بخصوص ال because language focus starting with because. بدء الجملة ب because. يقول I was too tired to write it again because it was very late. يقول هنا ملاحظة. خلينا نكتب ملاحظة مهمة. يمكن استخدام ال because في بداية الجملة. يمكن استخدام ال because في بداية الجملة وذلك
وذلك يتم من خلال وضع السبب بعد بيكوز ثم فارزة ثم النتيجة، وذلك من خلال وضع البيكوز في بداية الجملة ووضع فارزة وضع بيكوز في بداية الجملة وثم السبب ثم فارزة ثم النتيجة. يعني بالبداية عندي بيكوز ورا البيكوز عندي السبب وراها عندي فارزة وراها عندي نتيجة. الآن لو أخذنا هاي الجملة because it was very late، لأن كان الوقت كلش متأخر، سبب خليت فارزة وراها I was too tired to write it again. طبعا هنا أيضا عندنا تمرين آخر نفس الحكي ونفس النظام، قال لك because خلي ليها بالبداية نفس الحكي نفس النظام I am too busy، أنا جدا مشغول I don't exercise، أنا ما أتمرن. راح أقول بهاي الجملة طبعا بهاي الجملة because I am too busy، أنا كلش مشغول I don't exercise. I am too busy هذا هو السبب، I don't exercise هذا هي النتيجة. فراح أستخدم بهاي الجملة I don't exercise، أنا ما أتمرن because I am too busy، لأن أنا جدا مشغول. إذن I don't exercise because I am too busy، وإذا أريد أحط because بالبداية أقول because I am too busy، أنا الآن كلش مشغول I don't exercise. ولا ننسى because بنصير بالبداية نخلي فارزة بيها، وطبعا هذا الحلول موجودة بنهاية الكتاب I go to bed because I am too I have too much homework. طبعا هذا because هنا استخدمناها بالنص، وراها اجاني سبب قبلها اجاني سبب وراها نتيجة. بتجي مرة ثانية من اللي يحلها راح يقول لك because I have too much homework، لان انا عندي هواية شغل I go to bed late. ولاحظنا ان because اذا استخدمت في بداية الجملة نخلي فارزة دائما في بداية الجملة، ونفس الحكي ونفس النظام. اهم شيء اهم شغلة لازم تعرف السبب وين والنتيجة وين قبل الحل. فمثلا عندنا رقم اي I lost my friend books، انا ضيعت كتاب صديقي. I was careless I lost my friend's book، انا ضيعت كتاب صديقي. I was careless يعني هنا يعني لانه صار كتاب صديقي انا ما مهتم، يعني هو صديقي عادي يعني مو مشكله يعني عادي، شلون مثل ما نقول يعني مو شيء حكومي ولا هذا الشيء. فانا مثلا ايش راح يقول سبب، راح اقول مثلا I was careless because I lost my friend's book، او مثلا اذا اريد استخدم بالبدايه because راح اقول because I lost my friend's book I was careless. ولا ننسى بالبيكوز لما نصير بالبداية نخلي فارزة في بداية الجملة في وسط الجملة. هسا نجي على رقم 7 brainstorming. عندنا يقول practice with words with word maps and free writing. free writing يعني كتابة حرة. طبعا بهذا الموضوع راح نتكلم اليوم عن الكتابة الحرة والمابينج. احنا ذكرنا قبل شنو يعني مابينج، وللتذكير المابينج هي احدى الطرق المستخدمة لجمع الافكار، البرينستورمينج استدعاء الافكار تدفق الافكار، يعني حتى نحصل على افكار حتى نكتب انشاء، وذلك من خلال كتابة الموضوع في وسط الجملة ثم اشتقاق من هذا الموضوع مفردات اخرى، ومن نشتق المفردات راح نقدر نكتب انشاء عن هذا الموضوع. فمثلا اكتب انشاء مثلا على سبيل المثال على صديقي، فراح اقول بالبدايه شكله مظهره من شكله، انه بقول اسمه وعنوانه يعني اتفرع، انه بقول
بيرسوناليتي شخصيته النوب احكي عن عائلته فاميلي وارجع نوب اكتب عن اكتب انشاء عن صديقي مثلا هنا عندنا انشاء يقول I don't send Christmas cards انا ما ارسل هدايا عيد ميلاد البطاقات السبب طبعا هنا موضح لك بالبدايه قايل لك اكسبنسيف النوب قايل لك مثلا على سبيل المثال ايميل اسرع صعب تلقى بطاقه هاي كلها اشياء مرتبطه بالعنوان نفسه واحنا راح نكتب انشاء النوب ناخذ معلومات من هذا الجدول اللي نزلناه ونكتب عنها انشاء بالضبط مثل المعطيات مالت الرياضيات المعادله الرياضيه لما الاستاذ ينطيك سؤال ويريد من عندك انت تطلع معطيات وبعدين تطبق القانون وتكتب بالضبط نفس الموضوع يعني هذا 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 هو فكره الانشاء يعني بطريقه الوورد مابينج او طريقه المابينج اللي هي طريقه الخريطه طبعا هنا بالنسبه لرقم 9 يقول read this paragraph write your guess cases from exercise above look at the word map طبعا هنا يعني منطينا انشاء ومنطينا فراغ فراغات طبعا يعني قايل لك خذهن من هذا هو نادى يدربك على موضوع الكتابه كل اللي يريده من عندك تتعلم شلون تكتب انشاء من خلال المابينج يعني ما معقول بالامتحان الاستاذ يجيب لك كيتش شيء ويريدك تحله يعني انت ما مطالب تحل هذه الامور يعني خلاص فهذه الاشياء لا تقرينها ولا تقراها اللي كقراءه بشكل عام ما مطلوب ان نقراها ونحفظها تمارين ولكن قاعد يشوفنا الطريقه يعني يريد يعلمنا حتى بالامتحان الاستاذ من يجيب لنا هيك شيء نشوف الفرق بيناتهم ان شاء الله والى اخره طبعا هنا يقول لك هنا طبعا هذا تمرين يقول لنا اكتب انشاء check and edit حرر المعلومات مالتك choose انا يعني هنا تدريب طبعا مهم جدا يقول اختار واحد من هاي المواضيع الوقت حادثة خطأ وبعدين حرره سوي له برين ستورمينج اكتب الانشاء مالتك بدل الورقة صديقك مو تغش لا وانما تشوف الحل مالتك هو يشوف الحل مالتك و read your paragraph تقرأ مرة أخرى وآخر شيء تكتبه خط ورقي وتسلمه لأستاذك والأستاذك المفروض يصلح لك إذا جاوبك هذا كل ما موجود بالنسبة ليونت السابع إن شاء الله غطيته وشرحت لكم إياه بشكل جيد شكرا جزيلا ونتمنى لكم الموفقين.